لابد للتاريخ أن يعيد نفسه كما فعلوا أجدادنا في ثورة العشرين، ومن بوابة الخضراء ومن بوابة الحمراء نقول اعتصام اعتصام اعتصام، جيبوا وياكم خيام اعتصام اعتصام اعتصام، يا شعب بالك تنام اعتصام اعتصام اعتصام، ودقوا هالجوادر يا بعد بيتي فرحان وهو الله يلعب بريتي، ما شايفني لازم سامع بصيتي، ساعة الظهر وساعة ويبي ريتي، هي انشودر عتب ليط انشود وابن السيد وداني، انشودر عتب ليط انشود وحق الخزرة والشيبة، حرام مكتف نجيبة لمن حقنا انت راس جيبة، وعد عيناك يلهبة حرامية الحرامية، وين تروح من عدنا وين تروح من عدنا، السلام عليكم. مفتوحة مظاهرات مفتوحة، أما تصعيد تشهد يا أسعد الله أيام الجميع شهر رمضان المبارك وواسط والقضاء أن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الله والتاريخ، ولينظروا إلى هذه المدينة نظرة رحمة، وأن هذه المدينة قدمت لهم ما قدمت وأعطت ما أعطت من خيراتها. واليوم حقيقة بعد العملية الانتخابية صار التغييب لجانب الكهرباء، قبل الانتخابات كانت بعدنا كأنما نقول فول، يعني كهرباء كانت لا بأس بيها، وبعد ما انتهت العملية الانتخابية اليوم الكهرباء جاء، وهاي الساعة ما تنطي كهرباء يعني يظهر هالشيء، يعني خلصت يبدو شادي بعد أكثر الكهرباء قبل الانتخابات كانت لا بأس احتياجاتنا، أما اليوم وبعد الانتخابات الكهرباء الكل بعد يعاني من عدة ساعة وما تجي بشكل صحيح، ونسلمها للقائمة الكهرباء ونسلمها للناس المسؤول عن ناهيك عن الأجهزة، وإذا ما صار شيء إن شاء الله عندنا هالمطالب مفتوحة. خرجنا جميعا بارك الله فيكم مدينة الصويرة بشيوخها بأهلها بأساتذتها بجميع أطيافها، جميع المواطنين خرجوا للمطالبة بإعادة الكهرباء على ما كانت عليه قبل الانتخابات، وبنفس الوقت انه هذه المحافظة فيها محطة اللي هي محطة الزبيدية، هذه المحطة احنا المفروض الأولوية ان في القضاء وفي المحافظة، بل سائر اطراف المحافظة يستفيدون من محطة كهرباء الزبيدية. كهرباء الزبيدية بيها تلوث بيئي، بيها اضرار سلبية تعود على المحافظة وعلى المجاورين، يعني ضررها علينا وخيرها لغيرنا، هذا حقيقة مرفوض لا
يرفض رفضا قاطعا لهذا الامر الذي اتخذته حكومه بغداد وبالذات قاسم الفهداوي اللي هو وزير الكهرباء. نحن نطالبه من هذا المكان ونعلمه ان هذه الجماهير التي خرجت اليوم في هذا القضاء تطالب باعاده الكهرباء بشكل تام وكامل، والا فاننا سنخرج في مظاهره اخرى الى محطه الزبيديه ونقطع الكهرباء عن بغداد وتستقل بكهرباء الزبيديه للمحافظه وبشساع نصدر الفائض منها الى بغداد او غيرها. اعزائي المشاهدين، مثل ما تشوفون يعني انه مطالب اهل الصويره بسبب انقطاع الكهرباء، ابقي انا اشوف باقي اراء العالم. القرارات المستمره للكهرباء التي ادت وسببت مشاكل ماديه لجنه الكهرباء ومعنويا الى ابناء المدينه. احنا بدينا بموافقات الاجراءات الموافقات الامنيه لخروج تظاهره، والحمد لله والشكر مثل ما تشوفون خرج ابناء الصويره وبكم هذا العدد الكبير احتجاجا على طرد الكهرباء. احنا الحقيقه كتنسيقيه نظمنا مطالب ومن الجناب يعني لحد الان بيوقف مطالبنا. ضمن المطالب هو رفض الخصخصه ودعم قرار مجلس محافظه المؤاخذه بالمراخ بتاريخ 29/5، اضافه الى احنا اعطينا مهله لاصحاب العلاقات المسؤوله عن هذا الموضوع مده 7 ايام، وبعد 7 ايام اكيد ان شاء الله راح يصير لنا موقف يختلف عن هذا الموضوع، وان شاء الله خير. الله يسلمك.